عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أدوات الكروشيه التريكو. النهاردة بمناسبة رمضان، كل سنة وانتم طيبين، خلاص على الأبواب. حبيت أحضر لكم مفاجأة وفي نفس الوقت أحل لكم مشكلتكم اللي انتم على طول دايما بتكلموني عنها، ليه الإبرة بتفك. هي الإبرة مش بتفك، بس هي فيها حبة تركات كده، هو لو اتعلمناها صح هنشتغل بيها كويس. انا اتعلمتها صح من استاذتي الفاضله استاذه بسمه الفولي، بالسي دي اللي هي كانت بتبيعه لكم، والسي دي اللي عايزه انا عندي ببيعه مع الادوات بتاعتنا، من الابر للاطواق للخيوط، مستلزمات شغل النفاش كله بتبقى عندي. اوكي، للتواصل بيبقى على الرقم 010-23-53-60-48. هنتكلم كده على بعض النقاط ليه الإبرة بتفك. أول حاجة، الخيط اللي بتسألوني خيط ايه؟ أي خيوط قطن، بس كل سن الإبرة بيبقى معاها 3 سنون، كل سن من الإبرة ليه خيط، وهي حتى شرحلكوا كل الخيوط اللي بتمشي مع السنون. وبالممارسة وتشجيعها ليا اللي عرفته ان كل قماش ليه سن، يعني في قماش بيمشي فيه السن الرفيع، في قماش بيمشي فيه السن التخين. السن التخين عامة انا بشتغله على ايتامين، الطن بشتغل بيها لسن الوسط، الرفيع يبقى على الحرارة والحاجات الناعمة، يعني فما بتستحملش النفس كتير. في ناس بتقولي الابرة بتنغز في بتغرس في قلب القماش وبتخرمه، يبقى ده ما كانش انت ما اخترتيش كل شيء مناسب، يبقى الخيط مناسب للسن، السن مناسب للقماش. مع ممارستك هتعرفي ان كل قماش ليه السن بتاعه. دي بقى الاختيار الصح، اول حاجة بنتكلم فيها في اختيار الصح القماش واختيار الصح للسنون والخيط. تاني حاجة، ودي مشكلتكم، انكم انتوا مش بتمشوا بخطوات ضيقة، امشي كل خطواتك ضيقة هتلاقي ان الشغل عندك مفكش. انا اشتغلت بوجي كله وهو زي ما انتوا شايفينه، يدوب فاضل البق والدماغ بس، ومفكش مني ومفيش اي حاجة، رغم ان شغلي فيه اخطاء، ان انا في حاجات عندي واسعة. بصوا هحاول امشيلكوا، يعني انا كده همشي صح، بصوا انا كده همشي واشتغل شغلي صح. بصوا السن عدلته، السن اللي هو فيه الخيط عدلته كده اتجاه البقرة، كله اتجاه مستقيم. همشي، بصي الغرزة بتاعتي ضيقة زي غرزة الخياطة كده بالظبط، بصوا زي ضيقة ازاي. همشي لكم بقى دلوقتي غلط، بصوا الناس بتمشي ازاي، هوريكم الناس بتمشي ازاي. بصوا لازم تفشل، لان انا خطواتي، بصي الخرم واسع، ده اللي بيخلي الشغل يفك منك، لازم يفك، خطواتك تبقى ضيقه. اديني هضيق الخطوه، وسامعين صوت الابره، لازم اشد القماش كويس جدا على الطاره. خلصت وحبيت اقف هعمل كده. بتقولي بعد ما بقف الخيط لو عملته كده بيفك، طب ما هو لازم يفك، لازم هيفك. ليه فك بقى؟ لان اي شغل، اي شغل، وانا برضه كل اللي بتسالني اقولها، اي شغل كروشيه تريكو لو سبتيه وما نهيتيهوش لازم يفك. فانا لازم، يعني مثلا اول فتله اهي، بعد ما امشي كام سطر لازم اقصها، اخر فتله لازم اقصها، البدايه والنهايه لازم تتقص. انسي بقى، طب ما هو ده اهو انا عاملاه، هل انا هجازف يعني هجازف بكل الشغل اللي انا تعبته ده كله، وان انا عشان الشغل هيفك؟ لا مش هيفك، بس انتي يعني احسني التعامل معاها. سطرك يبقى جنب السطر، شغلك يبقى ضيق، احسني اختيار الخيط للابره، كل ده هيبقى كويس جدا معاكي، العمليه مش محتاجه حاجه. اتمنى كده كده وصلت لكم المعلومه. اختاري القماش قطن يبقى كويس، بس هي عامه مدام بسمه الفول قالت لي كل انواع القماشه بتنفع تقريبا، يعني بس كل قماش ليه سن، بتجربي ايه السن اللي بيمشي فيه، كل سن ليه خيط، الوسط بتبقى قطن، الابره الكبيره بيبقى قطن وصوف رفيع، الابره الصغيره بيبقى فيها خيط صرمه وخرير واللي هو الخيوط رفيعه، كل حاجه ليها حاجه. وانا ينفع اشتغل مثلا في كروشيه ابره مقاس 5 اشتغل معاها خيط رفيع زي ده؟ طبعا مش هتدي انتاج معايا. اتمنى كده وصلت لكم المعلومه، انتوا هتضيقوا ايه، هتضيقوا الغرز بتاعتكم، هتمشي السطر جنب سطر بحيث ان لون القماش ما يبانش معاكي،
وده كده سر استخدام الإبرة بالنسبة لكم. وطلب أي منتج اتصلوا بيا، ورقم هيبقى على شاشة الفيديو على شرح الفيديو، لطلب أي منتج أو كلموني على الخاص بتاعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.